طلبت حكومة فايز السراج بليبيا رسميا من تركيا الحصول على دعم عسكري جوي بري وبحري لمواجهة الجيش الوطني الليبي الذي يشن عمليات عسكرية لاستعادة طرابلس من الميليشيات المسلحة. وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الخميس أنه سيقدم مذكرة لبرلمان بلاده الأيام المقبلة لإعطائه الضوء الأخضر بغية إرسال قوات إلى ليبيا من أجل دعم حكومة الوفاق الوطني في مواجهة القوات الموالية لخليفة حفتر.